دعت وزارة الخارجية الأوكرانية مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل لمناقشة الهجوم على سد نوفايا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا. ودعت أيضا الوزارة في بيان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مناقشة الحادث، وطالبت بفرض عقوبات دولية جديدة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بمجال صناعة الصواريخ والقطاع النووي الروسي. وكان سد نوفايا كاخوفكا قد تعرض لاستهداف تسبب بارتفاع منسوب المياه في نهر الدنيبرو وانخفاض أيضا المياه المخزنة في السد بعد توقف 4 توربينات. وحذرت السلطات في خيرسون السكان في الأجزاء المنخفضة من المدينة للإخلاء بأسرع وقت ممكن والبحث عن مأوى على أرض مرتفعة بسبب الفيضانات. وقالت السلطات إن هناك 16,000 شخص بما أسمته بالمنطقة الحرجة على بعد 100 ميل في الشمال الشرقي تقع محطة زابوروجيا النووية التي تعتمد على مخزونات المياه في سد نوفايا كاخوفكا في عمليات التبريد اللازمة لمنع كارثة نووية. ويعتبر السد قناة حيوية لنقل المياه من نهر الدنيبرو إلى شبه جزيرة القرم. وأكد مسؤولون أن المناطق الشمالية مهددة بالعطش. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت عن وجود تسريبات زيوت محركات إثر انفجار سد نوفايا كاخوفكا. وقالت مستشارة مدير مكتب رئيس أوكرانيا داريا زاريفنا في حسابها على التليجرام إن 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، موضحة أن هناك المزيد من خطر حدوث تسربات أخرى تؤثر سلبا على البيئة، ومضيفة بأن هدف الروس من تفجير السد وضرب القطاع الزراعي الأوكراني وإزاحة أوكرانيا كمنافس وابتزاز العالم بأزمات الجوع. من جانبه وصف السفير الروسي لدى فيينا ميخائيل أوليانوف في مقابلة للعربية اتهام بلاده باستهداف المنشآت النووية بالأمر السخيف، موضحا أن المصلحة المشتركة تحتم ضمان أمن منشآت زابوروجيا النووية. لا يحتاج الأمر للتأكيد على أن كل الجهود ستبذل لضمان الأمن النووي، والحديث بأن روسيا تعرض المنشآت النووية للخطر هو أمر سخيف. نحن أسسنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالطبع دائما ما نتعاون مع الوكالة ونتوقع أن تتعاون الوكالة معنا، وهذا التعاون يحصل بصورة دورية ومن ضمنها حول منشآت زابوريجيا. بدوره اتهم سفير أوكرانيا أنتون كورينيفيتش خلال مداخلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي روسيا بتفجير سد نوفايا كاخوفكا، ووصفها بأنها دولة إرهابية. لا يمكن لروسيا أن تهزمنا في ساحة المعركة، لذا فهي تستهدف البنية التحتية المدنية لمحاولة إجبارنا على الخضوع. اليوم فجرت روسيا سداً رئيسياً يقع في نوفا كاخوفكا، مما تسبب في إجلاء عدد كبير من المدنيين وأضرار بيئية كبيرة وتهديد سلامة محطة زابوريجيا النووية. إن أفعال روسيا هي أفعال دولة إرهابية معتدية. هذا ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صوراً بالأقمار الاصطناعية لسد نوفايا كاخوفكا في خيرسون جنوبية أوكرانيا قبل وبعد تدميره، وتظهر صور انغمار المنطقة المحيطة بالسد بالمياه. وأكدت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أن منسوب المياه في المدينة وصل إلى أكثر من 11 مترا. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول الهجوم على سد نوفايا كاخوفكا. الكرملين من جانبه قال إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى إحاطة حول ما حدث في نوفايا كاخوفكا. ورفض الكرملين اتهامات أوكرانيا لروسيا بالمسؤولية عن تدمير السد، وأكد أن تدميره مرتبط بفشل هجمات أوكرانيا المضادة. وأضاف بيسكوف أن الهجوم على السد متعمد من جانب كييف لحرمان شبه جزيرة القرم من المياه. معنا من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد، ومن دانياتسك مراسل العربية رائد الأخبار. أهلا بكم. أبدأ معك رائد، ما هي آخر التداعيات جراء تفجير سد نوفايا كاخوفكا؟ الحقيقة
الحديث لي أظن لم أسمع جيدا. نعم. عموما نعم. خالد منذ الصباح الباكر والتطورات مستمرة بخصوص قصف السد وتدمير أجزاء من الأجزاء العلوية التي تسببت بفيضان المياه وتسريب المياه، ما تسبب بفيضانات على ضفتي النهر، نهر دنيبرو الذي يمتد في المنطقة الجنوبية من أوكرانيا ويفصل القوات الأوكرانية عن القوات الروسية ومناطق سيطرة الجيش الروسي ومناطق سيطرة الأوكرانيين. الحديث عن أن هذا السد يعني غمر 600 منزل و يعني في الضفة الشمالية التي تتبع لروسيا، وأن عمليات الإجلاء بدأت بالفعل، الحديث عن أكثر من 20,000 نسمة تقطن في هذه الناحية. السلطات نشرت على التليفونات ضرورة تحضير أمتعة ووثائق وطعام لمدة 3 أيام يكفي على الأقل، ولنقل المواطنين. وبدأت هذه العملية بالفعل عن طريق مركبات خاصة تنقل. نعم رأيت، تفضل. يبدو أن الاتصال انقطع مع رائد، ذهب إلى موسكو إلى عبد الجواد الرشد. وسؤالي لك أيضا عن آخر التفاعلات والتطورات والتداعيات أيضا من وجهة نظر موسكو. مرحبا خالد، على الصعيد الرسمي الكرملين يتحدث عن أن هذا الفعل بضرب محطة نوفاكاخوفسكا هو تخريب متعمد، وصفته موسكو بالعمل الإرهابي، وتحدثت بأن كييف ستدفع الثمن في القريب العاجل بما يخص هذه الضربة. على الصعيد الرسمي في حكومة تلك المنطقة، في حكومة نوفاكاخوفكا الموالية لروسيا، الحديث يدور عن أن المدينة الآن تملأها المياه، هناك انجراف للعديد من المنازل، والفيضانات طبعا تملأ الشوارع ومعظم المناطق السكنية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية. هي ضربة من العيار الثقيل لذلك الإقليم، الكثير من القرى والمناطق السكنية المجاورة لضفتي هذا النهر تتعرض الآن لفيضانات. في آخر الإحصاءات والأرقام الرسمية، مستوى المياه في البحيرة المجاورة لمحطة زاباروجيا النووية، وهو الملف الأهم في هذه القضية والأخطر إن صح التعبير، مستوى هذه المياه انخفض 2.5 متر تقريبا حسب رواية السلطات الرسمية هناك الموالية لروسيا. من المتوقع خالد خلال الساعات 5 القادمة أن ينخفض مستوى المياه إلى 7 أمتار، ما يعني حسب القراءة التحليلية العلمية للعديد من الخبراء، إن كانوا في روس آتم أو إن كانوا في جامعات التقنيات العلمية في روسيا بما يخص القضايا والمحطات النووية، بأن هذا المستوى مقبول لعملية تبريد المفاعلات في محطة زاباروجيا النووية. لكن المخيف في حال انخفض المستوى أكثر من ذلك، الكثير من القراءات تتحدث بأنه يجب الانتظار هذه الفترة، وهي الساعات 5-6 القادمة، لمعرفة ما إلى أين ستؤول إليه الأمور، وكيف هي الطريقة الأفضل للتصرف، وهل المحطة بحاجة إلى طرق تبريد إضافية في حال خرج مستوى المياه عن المستوى المتوقع الذي كان يعمل به. هذا بما يخص كل التصريحات الرسمية. ما زال المواطنون من تلك المناطق يقومون بنشر العديد من مقاطع الفيديو والأخبار، تظهر طوفان العديد من المنازل فوق النهر الجارف. هذه المياه طبعا تأكل الأخضر واليابس هناك. معظم هذه التقارير تتحدث عن أضرار مادية بالغة، ولم يتم التأكيد حتى هذه اللحظة عن مصرع أي شخص خلال عملية الغرق أو عملية الفيضانات. أيضا خالد، طبعا حكومة تلك المنطقة تتحدث بأن هذه الضربة يعني هي فاعلة بشكل كبير، وقد تؤدي إلى أضرار جسيمة في المنطقة، قد تؤدي إلى حرق وإلغاء يعني ومنع معظم الأراضي الزراعية من الاستثمار خلال هذه الفترة، لكن لن تكون كارثية على المناطق المجاورة. لذلك طبعا مدينة خيرسون حتى هذه اللحظة، وبالرغم من أن مناطقها المجاورة للنهر مملوءة الآن بالمياه، إلا أن المدينة حتى هذه اللحظة تعيش وضعها
الطبيعي ولا خطر يشكله تدافع، يعني تشكله موجات المياه والفيضانات في تلك المنطقة. كل الأحاديث الآن في الشارع الروسي، في الداخل، على مواقع التواصل الاجتماعي، معظم البرامج التلفزيونية تتحدث عن هذا الموضوع. تفضل خالد. أعود إليك رائد، ما حجم الأثر المرصود حتى الآن في المناطق يعني المحيطة بخيرسون المتضررة الأكثر حرجا؟ كيف أيضا تعمل السلطات على الإخلاء، إخلاء سكان هذه المناطق؟ بداية لا بد من الإشارة إلى أن الضرر يصل إلى مقاطعتي خرسون وزاباروجي، لأن السد في نوفي كاخوفكا هو أطراف خرسون لكنه يخدم محطة زاباروجي النووية. والحديث عن الهدف بقطع التيار الكهربائي عن محطة زاباروجي النووية بهدف تسريب إشعاعات نووية حسب المحللين في مقاطعة زاباروجي. أيضا السلطات في زاباروجي خالد قالت بأن تعمد الجانب الأوكراني، إذا تذكر قبل أسابيع، قطع الكهرباء عن هذه المحطة الكهرومائية من أجل رفع منسوب المياه من 14 مترا إلى 17.5، وذلك ليسبب بعد الضربة ضررا أكبر بالمنازل والمقيمين طرف الانفصاليين إذا صح التعبير، أو الموالين لروسيا، وكذلك الخنادق الروسية، لأن روسيا منذ أشهر وهي تبني خنادق دفاعية. أظهرت صور فيديوهات المقاتلين الروس رغم الفيضانات يحافظون على مواقعهم في تلك الخنادق التي باتت غارقة بفيضانات النهر. هذا من جانب. الجانب الآخر، المحطة النووية، قالت السلطات في زاباروجي والمسؤولين عن المحطة قالوا بأن المحطة معدة وجاهزة لصد حتى هجمات نووية. لو فكر الجانب الأوكراني بقصف المحطة نفسها فإن المحطة مستعدة لأي ضربة صاروخية كما كانت على الجسر. فإن هناك اتهامات متبادلة مستمرة كما أسلفتم خالد، وحتى الآن لم يعرف من قصف هذا الجسر وتسبب بكل هذه الأضرار. شكرا لكم رائد الأغبر من دانياتسك وعبد الجواد الرشد من موسكو. وقد حذر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ من أن تدمير سد نوفايا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا يعرض آلاف المدنيين للخطر. ووصف ستولتنبرغ استهداف السد بأنه عمل شائن ويثبت مجددا وحشية الهجوم الروسي. لقد غيرت الحرب العدوانية غير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بيئتنا الأمنية على المدى الطويل. لقد مزقت روسيا السلام في أوروبا، واليوم يعرض تدمير سد كاخوفكا آلاف المدنيين للخطر ويتسبب في أضرار بيئية جسيمة. هذا عمل مشين ويظهر مرة أخرى وحشية الحرب الروسية في أوكرانيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.